سلام ومرحبا بكم معي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الموديل الثاني. كما كتشوفوا هذا اللوغو ديال شانيل. بالنسبه غادي نخدموا بالاستخاص رقم 8 والتوبي رقم 2 وهذاك الكافيار غير باش كنعمروا البلايص اللي خاوين وصافي. كما كتشوفوا بحال العاده كناخذوا الجيلاتين. الرشمه بالنسبه انا راه ما كنرشمهاش الجيلاتين، كتكون فرقه وكنحط فوق منها الجيلاتين باش كتبان هكذاك. صافي البنات كما كتشوفوا غادي نخدم الكونتور ديال الرشمه ديالنا، ومن بعد غادي نخدم موراه التوبي، ومن بعد غادي نديروا عاوتاني كونتور بليستخاص كما كتشوفوا بحال هكذا. وحتى الاخر ملي كنقطع الرشمه عاد كنلوح عليها هذيك الكافيار باش كنعمر البلايص اللي غادي يكونوا خاويين. بالنسبه للرشامي غادي تلقاوهم في الموقع ديالي ديال قطانصفاء.com. انا حطيت الرشمه ديال البارح والرشمه ديال هذا النهار ورشمه واحده اخرى حتى هي عاد غادي نخدمها، وحط لكم فيديو ديال التطبيق كيفاش داير. بالنسبه على كيفاش نلصقوه حتى هو في اخر فيديو غادي نصوبو لكم بعد ما نصوب لكم الرشيمات كاملين وتشوفوهم كيفاش غادي يجي الشكل ديالهم. غادي نوريكم الطريقه اللي كنلصق بها انا هذا الرشيمات على شيلان.